تجمع سيارة هجينة مصدرين للطاقة كي تسير، هما الكهرباء والوقود. عندما تقلع السيارة يعمل المولد الكهربائي الذي تغذيه بالطاريات، وعندما يتخطى السائق سرعة معينة يبدأ محرك آخر يعمل على الوقود بالمناوبة حتى يحل محل المولد الكهربائي تماماً. أما إدارة المحركين فتولى إلى جهاز كمبيوتر يعمل على تتبع السرعة وشحن البطاريات وعملية الكبح لتوزيع مهام السيارة. في بعض النماذج قد تشحن هذه البطاريات من المأخذ الرئيسي، مما يعطي السيارة استقلالية كهربائية أكبر، وفي هذه الحالة قد تقطع السيارة مسافات من دون استخدام المحرك الحراري. وقد تحد هذه التكنولوجيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محافظة على استقلالية السيارة الكلاسيكية وأدائها. ولكن من جهة أخرى، كلما زاد حجم البطارية ارتفع سعرها، وهي في غالب الأحيان مصنوعة من الليثيوم، وهو عنصر كيميائي تثير ندرته القلق وعملية إعادة تدويره معقدة.